الله يخلف عليك أنت وخشمك، جاي أنت تسلم من أنت؟ وين ثوبك يا ولد؟ إن كانك بتشتري شيء ولا لا تشغلني. خشمك وش به؟ وين ثوبك أنت؟ تمشي مصلوخ أنت ذا، ما يصير يا وليدي. أنت على خط الرياض. والله يا وليدي غثوني القطاوة. ادفنها بين السيدين يا وليدي. لقيناه قفطناه بجوجل ايرث طول عمرك. اي هذا خشمه، ساعه ونكون بالرياض ان شاء الله. انت حرامك متفصخ، لا يكون ذي الموضه هالايام. وراك ما تنطق انت اطرم. الله العالم انه اطرم، بس خليك عنه. المهم اقول لك، من كثر ما الوضع صعب صرت يا أخي ضيقت علينا بخشمك ذا، ورمت قعده جنبك وتفكنا، سديت علينا الله يسد على العدو. ما علينا، تقول لي يا جلة هالحين تدورون على خدامة؟ إيه. ولو صار علاها؟ يا رجال هجت وجانا علمها أنها أفلحت. وشلون أفلحت؟ يعني عليها العوض ومنها العوض. سافرت لديرتها. وش اللي سافرت يا خبل؟ الآدمية في يا طول لنا معدة طولة يا مسلم، وخر خشمك الله يهديك. أقول لك ماتت، لا حول ولا قوة إلا بالله. كانت تقطع الشارع ولقطها واحد طاير وطيرها. هذا يومها ومكتوبا علىها. كلمت المكتب؟ كلمتهم على خبر، قام يمطلون بالسالفة ويطولوا. ذبحتنا أنت وخشمك، وخر نبي. ولد لحقني. حلوين هن الحين في السليم. معك شكمان، وما في اي داعي تسوي زحمة وتشكرني على اني انقذت حياتك. الموضوع زي براد ابو اربع.
هلا شكمان، وين شكران؟ وين ما قصرت يا أخي، على الأقل قل لنا فلان. بس مو منك والله، من هالمخدة اللي في نص وجهك. ايه ايه، مو عشان يضب تلعب علي انت وهالمخدة. تعرف وش اسمك انت يا ابو مخدة؟ يلا ما هي مشكلة، المهم انك في ذا، في ذا المكان، في ذا التوقيت. خل اعلمك بس، جماعتنا ها عندها اسطورة كلنا نؤمن فيها. وشلون عرفتها؟ حكاها لي جدي يوم اني صغير. جدي قال الجدي عن سالفة قالتها أمه. جدي ها، مهم جدي الفاهي، سمعها وهي تحكيها لجارتها. عقب ما قرتها منحوتة على حصاة كانت ضبط بها أظافرها. المهم الأسطورة تقول إنه في واحد فاقد الذاكرة ولابس أبيض. ما علينا، واحد فاقد الذاكرة خشمه سكري وهو لحظة، أنت وش برجك يا أبو مخدة؟ أيوة العقرب، هو ده. جدي قال إن برجك بيكون كذا أنت وخشمك ذا. عجيب والله. الأسطورة برضو تقول إنك هنا تبحث عن الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، وإنك بتخلص جماعتي وتنقذهم من خطر وشيك، خطر قادم. خلاصنا بيكون بيدك أنت. أدري وش تفكر فيه، أدري إنك تقول في نفسك وشلون بنقذهم وأنا ضعيف، الله اللي ما أنا بعارف حتى أميز لون ملابسي، وفوق ذا بنص وجهي طعس ومفروض إنه خشم. ما عليك لا تخاف، أنا بكون دليلك ومعلمك وأستاذك في هالمهمة الملحمية الأسطورية العظيمة. أول شيء ببدأ فيه هو استخراج قدراتك ومهاراتك المدفونة وسط خشمك، قصدي داخلك مدفون. عز الله انك من جد تحتاج خياط. موجود وش الموعود؟ انت من انت؟ ما هو بهو يا اخي، قال كلمة السر، وش تبين اسوي؟ أدري كبيت العشاء بس. أح في فيه؟ لا اسمح لي. تبي خياط؟ قريب من هنا. طيب ايش اسوي لك؟ ايه مبصه، شكلك ما انت بصاحي. We'll be right back.
أيوة صديق، هذا ماما مية مية. أيوة معلوم. مية مية، عيني بعينك. أنا ما في كلام، وين قياد؟ أنت لازم سوي أنا خدمة. شوف صديق، أنا ماما كلام الهيني يبقى روح بيت ماما تاني، في كلام زهز سيارة. بعدين أنا يبقى روح ما بي صديق أنا. أنت ودي ماما. ما في مشكلة صديق، سيل أنا سيارة. هلا والله قماشة، أبشرك الحمد لله تصدقين استخدمت كريم البشرة الجديد اللي تستخدمه سارة من شهور وصغرني 20 سنة. 20 سنة؟ لا 20 دقيقة والله. يا الله ما تتخيلين قديش الفرق واضح، كل من شافني قام يمدح ويقول مرة واو يجنن. إيه أنتي عارفة أنها مشغلتني بحياتي، ما تصدقين وش سوت، وهقتني بعد باليومين اللي راحوا. من زمان أقولها ترى أقاربنا بيزورونا يوم 22، طاولة الطعام والأنتري يبغالها تلميع وتنظيف. كل مرة أقول لها وأذكرها يا أختي ما بقل أكتبها على جبهتها علشان تتذكر هذه، والله أف. المهم قبل لا يجون بكم ساعة أدورها طال عمرها وفي الأخير ما ألقاها. هذا راتب الشهر، موعده بكرة، بس يلا خذ اليوم علشان تزين أمورك. شوف لك خياط يعرف يخيط وينقي قماش زي الناس، مو هالخيش اللي انت لابسها هذه. يلا باي. شكرا صديق شكرا، انت مية مية يا اخي. بلشتنا معليش صديق معليش، انت قسم هذا كبير. ايوه انت شوف بعد نفر هذا you
ليش هذا؟ ما في ثوب؟ ليش ما يلبس ثوب؟ يا صديق يا عمي ذا ملحوس يمين بالله، الظاهر انه مقاول وقلب الموضوع خياطة. يعني وش ذا الحزام؟ جلد مين؟ عمر الزيد؟ انت كيف يجي مرة ثانية هنا؟ ها؟ انت ما في تقدير فن، ما في تقدير شغل، انت كيف سوي انا ثوب سيمسم مكنسة؟ ها؟ قطع ثوب كده سوي خرقة تنظيف سيارة؟ كيف؟ انا قلب تعبان، انت لازم يطلع برا. يلا روح برا، روح برا. ساعة المباركة والله. ايش هذا؟ ليش ما يلبس ثوب؟ يا صديق انت كلام يا عمي ذا مهبول. انت وخشمك لا تقعد طقطق، ترى هذه فيها فصايل، تسمع فصايل. شكرا يا صديق، انت النفر ذوق مية مية. شوف انا في طريقة شغل، انت سعودي نفر في كلام، كل شيخ في طريقة. انا عشان سوي ثوب مزبوط لازم انا يعرف انت مزبوط. انا اقول لا يكون ناوي تعزمه، هو وجهه صرفه صرفه، بس قل له انك مشرد وساكن بالشارع وحالتك حالة، ولا تدري اكرش اكرش. بس ما في بيت؟ ما في بيت؟ ها؟ كيف ما في بيت؟ كل نفر لازم في بيت. بعدين انت كيف يبغى ثوب انت ما في بيت؟ انت وين ودي ثوب؟ وين هد ثوب؟ يرمي شارع؟ شوف شوف، انت اول جيب بيت، بعدين انا اسوي زيارة انت بيت جديد، وانا في ثوب هدية حق انت. مزبوط؟ هذا في كثير مكتب عقار هنا، انت روح اي مكتب.